والله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور والله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على جور الزمان صبور وضحوة عيدي أنا يوم أضحي بقربكم لا تحسبوه كل من ذاق الهوى عرف الهوى ولا كل من قرأ الكتاب فهيم فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فيا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم.